السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. جواد الجنتي الإدريسي، كنقطن في صهب الوض بلاد بسليمان، الصفة حارس، متزوج، كنخدم على أسرة، للأسف سجن سابق. من هذا المنبر الإعلامي كنشكر أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله على التعليمات اللي عطى للمؤسسات ديال إعداد إدماء السجين، والحمد لله أنا تدمجت في المجتمع وصلحت النفس ديالي، وهذه 12 سنة ما رجعتش للسجن، بدليل أنني مازال الآن كنخدم هذا العمل ديال الحراسة. إلا أنني كنتفاجئ بواحد الشخص الرئيس السابق على واحد الانتهاكات كيمارسها عليا، وهي الأولى أن كان في عهد الرئاسة ديالو كيجي في الليل وكيصفي شي مشاكل عنده مع الناس، كيطرق لهم الكراس ديالهم، كيطرق لهم الروايض، كيخرب المارشي. مي كنقول له علاش كدير هذا الشيء في الوقت ديالي، كيقول لي انت عساس دخل سوق راسك وانا هو الرئيس. مي كيجيو الناس في الصباح كيلقاو الممتلكه ديالهم مخربه، كيسولوني كنقول لهم راه السيد الرئيس السابق راه هو اللي كيدير هذا الشيء. مشاو لعندو دخلوا معاه في مشادات كلاميه، قال لهم راه عندكم الحارس ديالكم سيروا عنده، ولا جاو عندي انا نفس الهضره، مشيت عنده في وجهه قلت له انت اللي كتجي، انت اللي كتخرب، انت اللي كدير. واحد الساعة دخلوا الناس تفاوض داك الغضب، مريت في واحد الظرفية عاوتاني، إلا وأنني كنتفاجئ في واحد الصبح، واحد السيد كادي المحل ديالو هنايا، راه معروف، كنت قضى الأجر ديالي ما عنده، إلا كنتفاجئ عاوتاني بالسيد الرئيس السابق كيجيب واحد السيدة معاه، واحد الراجل معاه، لذاك المحل في الوقت العمل ديالي مع الساد الصبح، وكيطرق داك المحل، قلت له السيد الرئيس اش كدير؟ قال لي أنا هاد السيدة هادي وهاد السيد هما مالين المحل الشرعي، وهذاك السيد غير كاري. قلت له إلا كان كاري من يجي هو، فكوا مشاكلكم بيناتكم، ما تقحمونيش أنا في أشياء بعيدة عني، لأن سبق لي وشكيت لك أنا باغي دير شي حاجة في السوق، ما نكونش أنا. المهم دار اللي عليه هو، جا السيد اللي كاري المحل سولني، قال لي اخويا شكون اللي ارتكب لي هذا الشيء في المحل ديالي؟ قلت له السيد الرئيس راه جا، واشنو دار اشنو دار؟ قال لي اخويا غتشهد معايا، قلت له نشهد معاك باللي شافت عيني. مشى للكوماساريه تميت انا تابعو، كيعيط لي السيد الرئيس السابق، قال لي ما تشهدش فيا. قلت له انا قلت لك ما ترتكبش هذا العمل هذا في الوقت ديالي. مشيت اديت الشهاده، فإذا بيا كنتفاجئ بهذا السيد هذا كيحاربني واحد المحاربه بحالي انا ما عرفتش منين جاي المقصود. دخلوا عاوتاني الناس الاخرى، المسطره القانونيه ديالهم تجرات، بقات الامور هكاك. عاوتاني واحد النهار كيجي في جوج ديال الليل، قال لي راه عندي شي وريقات في المارشي في المحل ديالي، الدكان ديالي اللي كنعمل فيه، غادي نهز شي وريقات. دخلت عطل عليا شويه، المهم الصباح مشى بحالاته. في الصباح كيجي واحد السيد عنده المحل ديالو هنا، كيلقاه مطرطق، عيط لي قال لي خي جواد شكون اللي تطرق لي محلي؟ قلت له السيد الرئيس راه هو اللي دخل في الليل. المقصود قلت له دخل شوف اخويا المحل ديالك، ولا مشات لك شي حاجه السلطه راه كاينه. دخل واحد السيد المؤمن الله يجازيه بخير من هذا المنبر الاعلامي مشكورا، قال لي انا ما مشات لي حتى شي حاجه. قلت له هذا السيد هو اللي دخل، راه هو اللي طرطقوا. جا هاد السيد الرئيس من زيرناه وكنا غنمشيو لعند رجال الشرطه، علاش؟ كنقول له اعطيني الاجره ديالي لهاد العمل، كيقول لي انا هو الرئيس ما غاديش نخلصك، وإلا طلبتي مني الخلاص غادي نطردك. انا ما نكذبش عليك، عندي وليداتي كنخدم عليهم، كنت كنتفادى ذاك البركه، واحد البركه العسه راكم عارفينها قليله، قلت خليها لذاك الكتاب الذي لا يغادر صغيره ولا كبيره، غدا عمرها شدها منه. واحد اليوم عاوتاني جا عندي قال لي ودي انا بغيت نفتح واحد الباب تما صغيره في ذاك المحل اللي كنستافد منه بصفتي كحارس والحارس ديال النهار، وكيستافد منه السوق كامل لان هذاك مقر ديال الجميع. قال لي غنفتح واحد الباب من اجل المصلحه العامه. قلت له الا عطاتها لك السلطه دير اللي عجبك. مشيت انايا بخدم ذاك الليله، مشيت في العشيه فاش رجعت للعمل ديالي، الا كنتفاجئ بذاك المحل ديال الجميع واللي كنستافد منه حتى انا ما كاينش بتاتا، وكيسلموا لواحد الشخص اخر ودار واحد العمل تما بدون رخصه بدون مستند قانوني. انا بغيت نهضر، قال لي انا راه عندي رخصه الى اخره، كتمت الغيظ ديالي وقلت بيني وبين الله وصبرت. مرت واحد الظرفيه عاوتاني، ارتكب شي خروقات هنا في السوق، الناس ديال السوق قالوا شكايه للسيد القائد المحترم من هذا المنبر السابق سي منير جزاه الله عنا خير، جا كيطبق القانون في هذا السوق الا كيوقع له الصدام ما بينه وبينه، الله اعلم ضربه ولا ما ضربوش انا ما حاضرش. مشى هذا السيد الرئيس السابق للسجن، دوز واحد الفتره معينه، خرج من السجن. قلت له السيد الرئيس السابق خصك تخلصني، انا كنخدم خصني نتخلص، مع العلم ان الناس ديال السوق مشاو لدار الشباب وداروا واحد الجمعه عام وتكونت واحد الجمعيه اللي صدق عليها الجميع، وعطات رجال السلطه عطاوهم المسائل القانونيه ديال الجمعيه.
من بعد فاش قلت له اعطيني فلوسي قال لي ما غاديش نعطيك، اعطيني فلوسي ما غاديش نعطيك. السيد الرئيس الحالي الان صفني الله يجازيه بخير والجمعيه اللي قائمه الان وصوبت لي الوثيقات ديالي وبقيت خدام، الا هذا السيد ما كيبغيش يعطيني الفليسات ديالي. في واحد الصباح في اثناء عملي طلبت منه يخلصني، قال لي ما غاديش نخلصك، خلصني ما نخلصكش. مشى كيسبق جاب ولده وقعنا في مشادات كلاميه، زايدنا تشنقت مع واحد الا كان تفاجئ بواحد كيضربني من اللوط. مشيت للوبيطال درت شهاده طبيه فيها 25 يوم، تقدمت بشي كيادة ديال السلطه الله يجازيهم بخير مشكورين بهذا المنبر، نصفوني الا واحد الناس فاعلين خير الله يجازيهم بخير دخلوا بيناتنا في الصلح، واخا انا مضروب بزاف ومع ذلك صبرت ورديتها لقلبي. قلت انا عندي اسره وكنخدم على عائله ما يمكن ليش نشتتها، خليت له الله ما هذا المنبر، خليت له رب العالمين وسمحت وتنازلت. وقال لهم من ذاك اليوم غنولي نخلصوا. خلصني الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، والله شهد بنص الثمن ديال السوق. ومع ذلك قلت انا ما عنديش مشكل. الا نهار الاثنين كانت فاجئ دار واحد الجمعه وواحد من الفرد ديال الجمعيه اللي قائمه الان الشرعيه عيط لي قال لي السيد شنو داير لك شنو داير لك. جيت لقيت داير واحد الجمعه وجايب واحد لي باتش ومكاشين وكيفرقهم على الناس بانه هو الرئيس الشرعي. انا ما كيهمنيش الجمعيه الاخرى راها دافعه على المسائل ديالها القانونيه للناس المختصه في هذا المجال هذا. جمعهم قال لهم غادي نصوب لكم المرحاض وبصيفتي انا هو الرئيس الان وهذا العساس غيمشي بحاله. قلت له علاش غنمشي بحالي؟ الناس داروا فيه حقيقة الناس مؤمنين مشكورين بهذا المنبر. قالوا أنت عندك معه مشاكل قضائية ومشاكل عندكم من قديم على أساس الخلاص ديالو والتخريب اللي كنتي كتخرب له، يعني هذه المشاكل شوف كيفاش تفكها معها أنت. ودابا كنطلب من السلطات المحلية والتنفيذية واللي كيسهروا على أمن هذا البلد الله يجازيهم بخير من هذا المنبر يدخلوا في التحقيق. راني كنتعرض للتهديد، كنتعرض للتعسف، كنتعرض للتعسفي، كنتعرض لجميع الإهانات، والهدف ديالو هو أنني نمشي بحالي مع العلم أن الناس ديال السوق ما عنديش معهم اختلاف، مع العلم أنني 12 سنة وأنا خدام هنا والناس ديال السوق راهم كيعرفوا كل شيء، ما كتسرق لي حتى حاجة، ما كنرتكب هنا فساد، ما كنرتكب شي حاجة اللي كتمس بالكرامة من هذا السوق، إلا هذا السيد هذا لأنني سبق لي وشهدت فيه وشهدت فيه كان كيخرب المارشي وحلف حتى يطردني، والله كيطردني وكيهددني، والله اليوم 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 الآن الآن راه قابض ورقة بصفته كرئيس كيدور على الناس كيقول لهم على حساب نهار السبت بعد غدا إن شاء الله ما تخلصوهش. ولهذا أنا كنطلب دائما وابدا وعندي الثقه في الامن ديالنا الله يجازيهم بخير مشكورين من هذا المنبر باش يتدخلوا في الوقت العاجل، لان هذا السيد راه تمادى بزاف وانا صبرت ما فيه الكفايه وكنحاول ما امكن نكتم الغيظ ديالي وانا كنامن بالسلطه وغتاخذ لي حقي. وراني تقدمت بالشكايه الاولى، راه كل شيء في الورق هنا، الشكايه الاولى للسيد السيد القائد والسيد الباشا والسيد وكيل جلاله الملك حفظه الله باش ينصفوني وهذا السيد يعطيني الثقة. الاسم عارف محمد، الصفة رئيس جمعية الوحدة للتنمية الاجتماعية سوق الإخلاص زهور واحد. كنستنكر كل ما يقع داخل هذا السوق من طرف الرئيس السابق الذي قبل بواحد 3 أيام يوم الاثنين دخلت للسوق لقيته جامع عليه واحد 14-16 نتاع الناس وكيفرق عليهم بعض لي باج وكيدير جمعية وهمية وكيكاشي بكاشي مزور. وكنطلب السلطات المحلية والسلطات الأمنية تدخل في أقرب وقت وكيقول لهم غنحيد العساس وعنده مشاكل مع راسه أولا وبغي يحيد قال لك الجمعية وبغي يحيد العساس وبغي يحيد الشطاب وبغي يدير شي مسائل اللي ما عمر الإنسان إلا كان مؤمن بالله ما يجريش على هاد الناس. دابا كنستنكر هاد الشيء وكنطلب السلطات الأمنية والسلطات المحلية تدخل في أقرب وقت وإلا وقع شي حاجة راه هو السبب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدور ديالو عنده محلو كيبيع ويشري، فايت له وقع له مشاكل مع السلطات، دخل في نزاع مع السيد القائد السابق مشكور من هذا المنبر ومشى للسجن وخرج من السجن. لقانا درنا اجتماع في دار الشباب ودرنا جمعيه ديالنا وجالسين خدامين على راسنا، الناس خدامه،
جات هذا الوباء الله يهزو علينا ما يمكنناش حنا نديرو، خرج بقى كيقول الناس يحرض يجري من هنا نجريو على الكرارس نديرو نفعلو نسركو، حنا ما عندناش مع هذا الشيء، حنا الفلسفة ديالنا هي الله الوطن الملك. كنطلبوا الله يهز علينا هذا الوباء والحركة تدور إن شاء الله وكل شيء يكون على خير وبخير. كوفيد هو كيعيط اجتماع كيجمع عليه الناس في السوق، حنا في الطوارئ، حنا في الحالات المرضية. كنطلبوا الله يهز هذا الوباء وكنطلبوا السلطات المحلية والأمنية الدخل وتردع هذا الإنسان هذا باش يولي للطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.